خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي الاخبار اللي هتحصل النهارده. فالنهارده الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف هيفتتح مسجد فاطمه النبويه بالدرب الاحمر، وكمان النهارده اخر فرصه للتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه ومراكز التميز، ده غير انه هيتم افتتاح مهرجان الصيف بالمسرح الروماني في الاسكندريه، واخبار تانيه كتير في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيفتتحوا مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، وده في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله عز وجل. النهاردة كمان آخر فرصة للتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وده بعد لما قررت وزارة التربية والتعليم مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز حتى 5 أغسطس 2022. برضه النهارده الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هتفتتح مهرجان الصيف بالمسرح الروماني بعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا. المهرجان بتنظمه دار الأوبرا المصرية وبيشتمل على عروض إبداعية متعددة بتقام على مدار 6 أيام. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباراتين في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة، هيلتقي فريق مصر المقاصة مع البنك الأهلي الساعة 6:30، والساعة 9 يلتقي الزمالك مع الجونة. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهارده مع انطلاقة الموسم الجديد 2022-2023، وهتكون مباراة الافتتاح بين أرسنال وكريستال بالاس الساعة 9 بالليل.